أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك آية من رسالة يعقوب الأصحاح الرابع آية رقم 7: اخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. كتير من المؤمنين بيركزوا على قاوموا إبليس فيهرب منكم، يعني لما أقاوم إبليس إبليس يهرب، يخاف مني ويجري، مش أنا اللي أخاف وأجري، لا مش أنا اللي أهرب، لا هو اللي يهرب مني. قاوموا إبليس فيهرب منكم. كتير من المؤمنين بيركزوا على الجزء ده، بس لازم نركز مع الجزء ده على الجزء اللي قبله. اخضعوا لله، يعني أنا لو مش خاضع للرب، لو قاومت إبليس، إبليس هيهرب من قدامي؟ لا، يبقى هنا الهروب هروب إبليس، وإنه يخاف مني مرتبط بحاجتين، مش بس إن أنا أقاومه، مهم ونمرة واحد عشان جاي هنا في الأول، الترتيب مهم. اخضعوا لله، يبقى مهم ان انا ابقى خاضع للرب، ام لما اقاوم ابليس، ابليس ما يحتملش مقاومتي ويهرب، لانه عارف ان وجوده قدامي هيأذيه. شوف الكتاب قال كده، قال ان احنا في مواجهتنا مع ابليس بنستخدم الكلمة، والكلمة عبارة عن سيف، اسمها سيف الروح. يعني انا لما اقول لابليس مكتوب كذا كذا كذا، مش هعمل اللي انت بتقوله لي لاني مكتوب كذا كذا، انا بقاومه بالايه. لما اقول له مكتوب، كاني بدل الروح القدس السيف بتاعه، سيف الروح وكلمه الله، رساله افسس الاصحاح السادس. طب السيف هيعمل ايه في ابليس؟ هيوجعه، هيأذيه، فعشان هو هيشعر بالاذى هيهرب. يبقى في حاجتين مهمين عشان إبليس ما يقعدش في بيتنا، ما يقعدش في يتكلم في أذهاننا، حاجتين مهمين عشان إبليس ما يتواجدش في المصنع بتاعي. إيه الحاجتين المهمين؟ إن أنا أخضع للرب، وإيه كمان؟ إن أنا أقاومه. أخضع للرب يعني إيه؟ يعني أقول للرب نعم، نعم يعني نعم لوصايا القداسة، نعم لوصايا المحبة، نعم لمشيئتك، مش عايز أمشي في مشيئتي يا رب، عايز أمشي في مشيئتك، بقول نعم لمشيئتك، وبطلب منك إنك تأيدني بالقوة عشان أعيش بقول نعم لكلمتك، نعم لأوامرك، نعم لوصاياك، نعم لخطتك لحياتي. ده معنى اخضعوا لله. طب وقاوموا إبليس، دي بقى إذا كان نعم هنا لا، أقول لا لإبليس، أدي معنى مقاومة إبليس. لما يحط قدامي إغراء أقول لا للإغراء، يعني نعم للرب ولا لإبليس. نعم يعني الخضوع، ولا معنى المقاومة، قاومه إبليس. لما إبليس يقول لك روح انتقم من فلان، تقول له لا، لأن في آية قدامي: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، ادوا مكان للغضب الإلهي، خلي الرب يشتغل مع الناس اللي ضدكم، اوعوا تنتقموا لأنفسكم، انتوا في عصر النعمة، انتوا في زمن النعمة مش في زمن انتقام. لما إبليس عايزني أنتقم أقول له لا، لما يكذب إبليس عايزني أكذب عشان أطلع من ظروف موقف صعب أقول له لا، لما أقول له لا يهرب، لأني قلت قبل لا نعم للرب. وفي آية بتقول كده: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. يعني نعم إيه معنى الآية دي؟ ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، يعني ما تقولش نعم وإنت من جواك بتقول لا، قول نعم قوية، نعم صريحة، وقول لا صريحة، مفيش كذب كده.
مع الرب، اقول له نعم بكل قلبي، واقول لابليس لا بكل قلبي. ولما يحب يخوفني اقول له لا للخوف، لما يحبني اشيل هم اقول له لا للهم، لما يحبني امشي في سكه فيها نجاسه اقول لا للنجاسه، لو عايز يسيطر عليا باي حاجه اقول له لا لهذا القيد. لا قوية ليكن نعمكم ايه؟ نعم ولاؤكم لا. ما فيش نعم ونصها لا او ربعها لا، وما فيش لا ربعها نعم، لا، نعم للرب ولا لابليس. لما نعمل كده ابليس مش هيقدر يتواجد في البيت بتاعي، في الشغل بتاعي، في التفكير بتاعي، في العلاقات بتاعتي، لانه بحسب هذه الايه سيهرب من امامي. عزيزي المشاهد، تعالى معي الان الى سفر الخروج اصحاح 32. احنا كنا في اصحاح 24، وبعدين نتنقل لاصحاح 32. هتقول لي ايه؟ طب ايه سبب النقله دي؟ احنا وقفنا عند ايه؟ وقفنا عند لما موسى طلع الجبل والرب قال له تعالى، وقعد في الجبل مع الرب 40 نهار و40 ليلة، وموسى قال ان في المده دي ما اكلتش حاجه، لم اكل ولم اشرب. وقلت ان دافع ان الاكل والشرب مش انه كان قدامه ياكل وما اكلش، يعني صيام، لا، ده ما اكلش وما شربش في الفتره دي نتيجه تواجده مع الرب. وقلت لما الوقت اللي بنتواجد فيه مع الرب وبنحضر فيه مثلا ليله صلاه، مؤتمر روحي، طبيعي ان لما الروح يبقى شغال نشيط ايه اللي بيحصل؟ تلاقي احساسي باحتياجات جسدي تقل. هنا مفيش اكل، مفيش شرب، لكن مش مهم، ده في محضر الرب. احنا وقفنا عند الحتة دي في خروج 32، بقى ده الحديث عن نزول موسى من فوق الجبل. طب الله، ايه اللي حدث وموسى فوق الجبل؟ ده بقى من خروج 25 لحد ما بداية خروج 32. ايه بقى اللي حدث هنا؟ يعني ايه اللي حدث من خروج 25 لحد خروج 32؟ ان الرب كان بيتكلم موسى. تقول لي ما هو طالع ياخد الوصايا، هيكلمه عن الوصايا. اقول لك لا، الاجابه غير دقيقه. صحيح موسى لما طلع الرب سلمه لوحين من الحجر، الرب كتب عليهم الوصايا العشر، بس الوصايا العشر كان الرب قالها قبل كده والناس سمعتها بصوت الهي، والناس تحت الجبل ومعاهم موسى سمعوا الوصايا العشر، بس المرة دي الرب بيكتبها وهيسلمها لموسى. طب أيوة، طب وبقية الأربعين يوم موسى كان بيعمل إيه؟ لما أعرف بقى من خروج 25 لخروج 32، أعرف إن موسى ما كانش فوق الجبل بس عشان ياخد لوحي الشريعة. عشان أبقى إجابة دقيقة، موسى كان فوق الجبل، نفهم ده من سفر الخروج، من ابتداء من 25 زي ما قلت لك لحد 32، ومن الرسالة إلى العبرانيين في العهد الجديد، إن موسى وهو فوق الجبل الرب كان بيشرح له تفاصيل تكوين مكان العبادة. ما كانش عندهم مكان للعبادة، الرب بقى شرح له التفاصيل. مكان العبادة ده اللي يسمى ويطلق عليه خيمة الاجتماع. يبقى موسى هو فوق الجبل، الرب عطاله يشوف منظر لخيمة الاجتماع زي ما نقرأ في الرسالة العبرانيين، وشرح له بقى كل حاجة هيعملها، هتعمل الخيمة ازاي والباب ازاي والمذبح ازاي والمرحضة ازاي والقدس ازاي وقدس الأقداس ازاي، ده يتعمل من الذهب، ده من الفضة، ده قماش والقماش ألوانه كذا، كل الأبعاد، ودي طولها كذا، ودي
ارتفاعها كذا والأغطية، كل ده الرب شرحه لموسى ووراه وهو صورة وهو فوق الجبل. وطب تقول لي خيمة الاجتماع دي هدفها ايه؟ خيمة الاجتماع دي هدفها بقى عظيم جدا، ده مكان اجتماع الشعب بالرب، والمكان اللي الشعب يعالج فيه مشكلة الخطية. يبقى لما الرب عطى الناموس، احنا في العهد، احنا في العهد القديم واحنا لسنا في الجزء بتاع تأسيس العهد. العهد ده ان الشعب لازم يلتزم بالوصايا اللي الرب وضعها. طب الشعب لما يغلط يعمل ايه؟ ايه علاج الخطأ؟ الاجابة هي في اللي قاله بقى الرب عن خيمة الاجتماع، واللي قاله الرب عن هارون كرئيس كهنة، واللي قاله الرب بقى وموسى، قاله الرب لموسى فوق الجبل الأربعين يوم، أنا هديكم الوصايا وعلاج كسر الوصايا. علاجها إيه؟ علاجها إنكم تقدموا ذبائح، والذبائح دي هتتقدم فين؟ في خيمة الاجتماع، فين؟ في المذبح اللي أبعاده كذا وكذا 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 وكذا. ده طب تقول لي طب انا ايه الفايده الروحيه؟ فايده روحيه ان دايما الرب حاطط العلاج، مش بيدي اوامر بس، بيدي اوامر ولما ما اقدرش بيقدم لي العلاج. يعني لما الرب يقول لك ما تكذبش مثلا، لا انت متاكد ان عطيلك القدره انك ما تكذبش، طب ولما اكذب اعمل ايه؟ عطيلك برضو الطريقه اللي تطلع فيها من الكذب وتاخد قوة عشان ما تكذبش تاني. يعني الرب بيهتم بينا في ضعفنا. والأربعين يوم اللي قعدها موسى فوق دي لأن الرب مهتم بضعف الشعب، وبيدي للشعب طريقة للعلاج، لعلاج ضعفه، ولما يقع في الخطية يعمل ايه عشان ضميره يستريح. وطبعا خيمة الاجتماع لازم نبقى عارفين انها بكل تفاصيلها، كل تفصيلة فيها تتكلم عن الرب يسوع بطريقة رمزية رائعة. وهيبقى لينا وقت في هذا البرنامج نتكلم فيه بقى عن تفاصيل خيمة الاجتماع اللي موسى استلم تفاصيلها فين؟ فوق الجبل، الجبل بتاع الوصايا المرعب للشعب، هو نفس الجبل اللي خد فيه موسى علاج ضعف الشعب من خلال الممارسات تقديم الذبائح في العهد القديم. رائع وممتع انك تتأمل في خيمة الاجتماع، تتأمل في هيكل سليمان اللي هو خيمة الاجتماع لما تغير اسمها وتغيرت أبعادها، لما الشعب استقر. هي خيمة ليه؟ لأن الشعب كان ماشي في البرية، فبتنقل معاه، تتفك وتتشال بطريقة معينة، برضو الرب حدد تتشال ازاي ومين اللي يشيل من الشعب. اسمها خيمة لأن الشعب هيقعد يشيلها 40 سنة، وبعدين لما دخل يدخل أرض كنعان هتستمر الخيمة شوية سنين لحد ما يجي سليمان ويلغي الخيمة بتعليمات إلهية ويبني بدلها إيه بقى؟ حاجة ثابتة ما بتتحركش، اسمها الهيكل، هيكل سليمان. حلو إن احنا ندرس رموز الهيكل ورموز الخيمة، وندرس كمان رموز هيكل حسقيال، كل ده فيها رموز بديعة جدا ومؤثرة جدا، في تؤثر في قلوبنا لأنها رموز بديعة عن المخلص اللي بنحبه، المؤمن بيحبه بكل القلب، بترمز بكل تفاصيلها للرب يسوع. نيجي بقى لخروج 32. موسى بقى خد ايه من الرب؟ خد حاجتين، خد لوحي الشريعة مكتوبة، الرب هو اللي كاتبها على لوحين حجر نازل بيهم كده. دي الوصايا العشر، ده ملخص او الخطوط او النقط الرئيسية في الشريعة.
الوصايا العشر، نازل بيهم كده ونازل معاه ايه في ذهنه؟ معاه تفاصيل خيمة الاجتماع اللي هيكونها، اللي هيعملها. معاه حاجتين مش معاه حاجة واحدة، معاه لوحي شريعة ومعاه في مخه اللي قالهوله الرب والصورة اللي شافها عن خيمة الاجتماع اللي هيعمل طبقا ليها تحت أول مكان أقيمت فيه خيمة الاجتماع تحت جبل سيناء. يعني نفس مكان الوصية هو نفس المكان اللي كان فيه علاج كسر الوصية. عزيزي المشاهد، في خروج 32 بقى ده إصحاح مأساوي، في مأساة، ونرى في هذا الإصحاح تعبير خطية عظيمة أكثر من مرة. عشان كده قلت لك مأساوي، في مأساة، كارثة حدثت، إن الشعب وكلنا عارفين القصة دي، إن الشعب وموسى فوق الجبل، موسى بياخد من الرب ازاي علاج للشعب لما يقع في الخطيه ولما يضعف، وعلاجه انه يروح خيمه الاجتماع ويعبد الرب ويتمتع، وخيمه الاجتماع دي هيبقى في سحابه مجد باين عليها، ويبقى عمود من النار عليها. الرب مهتم بالشعب. الشعب في الوقت ده عمل خطيه عظيمه. شوف الانسان، يعني موسى فوق الجبل من أجل الشعب، والرب مهتم بيكلم موسى من أجل الشعب، والشعب في الوقت ده بيعمل خطية مش عادية، دي خطية عبادة أصنام، خطية اسمها خطية عظيمة. ثلاث مرات تقرأ كلام موسى عن الخطية دي، إنها خطية عظيمة، إن لما موسى كان فوق الجبل من أجل الشعب، الشعب كان بيعبد عجل من الذهب زي ما كان المصريين، زي ما شاف المصريين بيعملوا. طب ده ساب مصر من كذا شهر، يعني مدة طويلة، ها رجع ذاكرته بقى باسم الرب يسوع، ذاكرتي دي ما تفكرنيش بحاجات في الماضي فيها خطية، باسم الرب يسوع ما تذكرش حاجات تخليني اعمل خطيه، باسم الرب. هم تذكروا المصريين بيعملوا ايه، بيعملوا عجل ويقعدوا يصلوا ليه، احنا نعمل زيه. الحقيقه خروج 32 ده اتعرضنا ليه قبل كده واحنا بندرس في عائله موسى، بندرس في قصه هارون، لكن اتعرض ليه برضو مره كمان، والرب يدينا تاملات اخرى او ينوع في التاملات بتاعتنا للفايده بتاعتنا. الرب عايزنا نستفيد، وكل ما يدي لك تامل جديد يفيدك بيه فعلاقتك بالرب تتعمق، و وقفتك ضد الخطية تبقى أقوى. فهنتأمل في هذا الجزء، لأنه زي ما هو بيتكلم عن هارون بيتكلم أيضا عن موسى. نشوف بقى، يقولك ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. اصنع لنا آلهة، كأن الإله بيتصنع، دي لغة الفراعنة زمان، هم عاشوا في أرض مصر 400 سنة. اصنع لنا آلهة، اصنع لنا تماثيل، اصنع لنا آلهة، يقول كده إيه، تسير أمامنا. لأن هذا موسى الرجل، شوف بيقولوا عليه موسى الرجل، يعني مش موسى القائد، الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. عزيزي المشاهد، ده معناه هنا إيه؟ معناه حاجات كتير سيئة. الحاجة الأولى إنهم ما عندهمش طاقة للانتظار، لأنه بيقولوا له موسى ما جاش لحد دلوقتي، مش عايزين ننتظر اكتر من كده. ودائما عزيزي المشاهد،
الاندفاع لانك مش قادر تنتظر خطر. اوعى تتحرك نتيجة انك زهقت. الزهق شيء خطير. لازم قبل ما اتحرك استشير الرب. يعني كان ممكن يقولوا لموسى يقولوا لهارون احنا نصلي ونشوف موسى حصل له ايه وهيرجع امتى. لا بس رجاء لا تنتقد الشعب ده لان احنا كتير بنعمل كده. يجينا يزقق ومن زققي اروح اعمل حاجه اطلع بيها بره مشيئه الرب والنتيجه كوارث. لما تشعر بالزهق اعرف انك انت في خطر واعرف ان الشيطان هيدفعك تعمل حاجه عشان يطلعك من زهق حاجه غلط. استشير الرب. ما تعملش اي خطوه وانت زهقان الا وانت بتصلي الا وانت بتكلم الرب عشان يحميك عشان يحميك. لان لما الانسان يبقى زهقان وعنده ملل يبقى ضعيف. هما زهقوا يعني مع انهم 40 يوم ما هماش 40 سنه مثلا او 40 اسبوع ولا 40 شهر 40 يوم لكن زهقوا في نصهم في ربعهم. المهم انهم زهقوا ولما زهقوا كان لازم يعملوا ايه؟ يذهبوا الى الرب ويسالوه. حاجه وحشه كمان ما عندهمش ايمان. ما عندهمش ايمان ان الرب يحافظ على موسى. طب ده موسى رايح يتكلم الرب ازاي يعني مش هرجعه؟ ما عندهمش ايمان. ولما الانسان يستسلم لعدم الايمان يتوقع حاجه ما يبقاش شايف ان الرب هيعمل معاه حاجه حلوه. يبقى شايف دايما الحاجه الوحشه هي اللي تحصل. لا ليه تتوقع ان امور سيئه تحدث؟ لازم يبقى عندك ايمان في صلاح الرب. يقول لك لان الرب نسبحه لان الرب صالح لانه الى الابد رحمته. صالح يعني رائع. مش معقول الاله الرائع موسى طالع يكلمه يموت. مش معقول. مش معقول كمان موسى يقول لهم استنوني وما يرجعش. لا الرب لازم يقيم كلمة موسى. ده النبي بتاعه. لكن أخطاء الشعب باسم الرب يسوع. ما نتصرفش غلط لما نبقى في ملل أو زهق. وباسم الرب يسوع نتصرف بالإيمان اللي يصدق الرب. يصدق أن الرب صالح ويصدق الكلمة أن موسى قال أنه هيرجع وده رجل الله والرب سوف يقيم كلمة موسى زي ما بيقول الكتاب انه بيقيم كلمة عبيده وانبياءه باسم الرب يسوع. لا نسلك بالعيان نسلك بالايمان. كمل معاك في الحلقة القادمة. الى اللقاء. الرب معك. الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب لا دينونة الان هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند التلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليوبوليس القاهرة جمهورية مصر العربية أو Rivers of Life PO Box 433 Greenford UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.